اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح للفقره الحواريه الاولى مع واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخب مصر، لكن مش هنتكلم معاه في السياق الخاص بكره القدم او هنتكلم في التحليل او هنتكلم في الدوري، لا هنتكلم في موضوع جديد وموضوع مهم في الكره المصريه بشكل عام، وكانت رسالة مهمة جدا يعني قدمها الدكتور كابتن محمود صالح، وهنتكلم بقى ونعرف منه الكواليس والأخبار، ونعرف منه كمان الأسس اللي هيتم البناء عليها في المرحلة القادمة، وهي رسالة دكتوراه في نسبة مساهمة بعض مكونات الفورمة الرياضية كمحددات لانتقاء منتخب مصر القومي على مستوى الشباب. كابتن محمود برحب بحضرتك ومنورني. الله يخليك، الله يخليك يا عمر. يعني يا كابتن ببارك لحضرتك على رسالة الدكتوراه. الله يخليك. موضوع مهم جدا يا كابتن، وحضرتك نشنت جيت في الجزء المهم جدا اللي اعتقد ممكن يكون يعني تحول او نقطة فارقة في المنتخبات الوطنية، وازاي المدربين او المشرفين يبداوا ان هم يختاروا على اسس سليمة. طبعا في شك، هو موضوع الانتقاء ده هو الاساس في الكورة. وهو المقصود طبعا هو على المنتخبات القومية بشكل اساسي تحت 19 سنة. بس انت ممكن تعمم التجربة، وفي على فكرة في دراسات كتيرة اتعملت يعني في الانتقاء، ممكن في اعمار مختلفة على مستوى الاندية على مستوى الدرجة الاولى. فانما الموضوع ده مهم طبعا، ما فيش شك هو الاساس، وان ازاي ان احنا ننتقل اللاعبين مهم جدا. يبقى في كل عمر او كل مرحله سنيه بتحط انت الاختبارات والمقاييس اللي تتناسب مع هذه المرحله السنيه، وعلى اساسها بتختار التفضيل بقى افضل العناصر. اوكي، يعني مش عايزين زي ما احنا بنعمل، كلها بتعتمد على المشاهده، ملاحظه كده شخصيه ذاتيه، بتتفرج على مجموعه لاعبين بيعملوا تقسيمه وعلى هذا الاساس بتختار. لا، احنا عايزين بقى، مش عايزين حد يفلت، مش عايزين يقول لك ده كان عندنا ومشي او. انما مفيش شك الاختبارات والمقاييس وانها تتعمل بشكل علمي، مفيش شك بتدي يعني تقييم حقيقي، وتقييم يدي كمان تنبؤ، في تنبؤ مستقبلي للعيب ده هيكمل او مش هيكمل. ومهم جدا برضو هو للاسف ان حتى الدراسات اللي اتعملت سابقه يعني ما كانش حد اهتم بيها، ما فيش متابعه. لو احنا بنتابع ولو حتى بنسبه 10%، كليات التربيه الرياضيه بتعمل دراسات كتير قوي، احنا عندنا تقريبا ممكن يكون مش 20 او اكتر من 20 كليه تربيه رياضيه. الدراسات دي لو في اهتمام بيها ما فيش شك شكل الكره هيتغير. وعلى فكره اعتقد يمكن انجازات الهاندبول ديت، هو كان في زمان لجنه علميه عاملها الدكتور حسن مصطفى في اتحاد الكره، اتحاد كره اليد، اعتقد مستمره لغايه الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري السابق. بالظبط، اعتقد مستمره لغايه دلوقتي، واعتقد هي يمكن هي ليها سبب كبير قوي في حصول على مستوى البطولتين دول، احنا مركز ثالث وبطوله العالم لفريق الشباب الحقيقه تحت 19 سنه. اعتقد ما فيش شك الناحيه العلميه ليها دور كبير جدا، ولا ما بنغفلش طبعا ناحيه الخبرات. يعني ايه يا كابتن الناحيه العلميه؟ يعني ايه الناحيه العلميه؟ حضرتك قلت الناحيه العلميه ليها دور، عايز اوضح للساده المشاهدين يعني ايه الناحيه العلميه؟ يعني احنا ما نعتمدش على الخبره ليها دورها كبير. بس مش في كل الاوقات. انما لا، لازم نجتمع العلم مع الخبره، اعتقد دي هتعمل انتاج كويس جدا. طيب كابتن محمود، ازاي حضرتك بدات الموضوع؟ ده شيء مهم جدا، ازاي كابتن محمود صالح قرر ان هو يبدا رساله دكتوراه في الموضوع ده تحديدا، وازاي بداوا ومين ساعد حضرتك والموضوع مش ازاي؟ كل التفاصيل بقى يا كابتن. تمام. الحقيقة أنا كنت بتمنى طبعا الأستاذ الدكتور أشرف جابر والأستاذ الدكتور صبي العدوي إن هم يكونوا مشرفين عليا، عرضت الموضوع عليهم الحقيقة رحبوا جدا، وده كان شرف كبير ليا باعتبارهم هم يعني بيمثلوا يعني قمة الكورة في الكليات التربية الرياضية على مستوى مصر حتى على مستوى الوطن العربي. تمام. والحقيقة يمكن يعني اتصلت حضرتك معاهم وعرضت الفكره، وكان الموضوع هم اختاروا الموضوع ده واتفقنا عليه الحقيقه، وابتدينا نشتغل فيه. والحقيقه هم ساعدوني كتير جدا الحقيقه في اعداد الرساله، والحمد لله لحد ما ناقشتها يعني من يومين كده، والحمد لله ربنا وفقنا في الحصول عليها. بوجه لهم كل الشكر والتقدير طبعا ما فيش شك، الاستاذ الدكتور اشرف جابر والاستاذ الدكتور صبي العدوي، وبرضه بتوجه بالشكر طبعا للاساتذه الكبار اللي هم ناقشوني برضه، الاستاذ الدكتور ماجد مصطفى والاستاذ الدكتور محمود الحوفي. يعني الحقيقه دول كانوا مناقشين.
نرجع تاني بقى في الموضوع الانتقاء ده. تمام. في دراسات كتير حقيقه، وانت بتستعين حتى في اعداد الرساله بالابحاث المرتبطه بالموضوع، بتجيبها وبتقراها وبتطلع عليها، بتساعدك كتير قوي في ان الموضوع ده يخرج بشكل كويس. ممكن الباحث يعني، انا بالنسبه لي انا شخصيا، انت بتتعرض لحاجات في الاحصاء يعني صعبه علينا، حاجات متخصصه في البحث العلمي، برضو لازم تستعين بالمشرفين الحقيقه، بيساعدوك بيوجهوك بحيث الامور تمشي بشكل جيد وبشكل سليم بشكل موضوعي، عشان النتائج اللي بتطلع بيها وبعد كده التوصيات اللي انت بتطرحها تكون يعني للي هو فعلا عايز يستفيد منها. ما فيش شك هيستفيد منها بشكل كبير، لان الرساله موضوعه بشكل كويس الحمد لله. طيب يا كابتن، نظريا الكلام كويس جدا واحنا كلنا متفقين عليه، لكن ازاي علميا نطبق الكلام ده على ارض الواقع؟ هو طبعا في توصيات، انت في نتائج بتطلع بيها يعني ممكن عناصر تكون مهمه جدا، الاحصاء بقى بتظهرها، موضوع علم الاحصاء ده بيظهرها، ان هتلاقي عناصر مهمه جدا في الكوره، في خاصه بال ايه دور مثلا النواحي الخططيه دي، هيديك نسبه، الاختبارات المهاريه، الاختبارات البدنيه هتديك نسبه برضه، هتديك مؤشرات كويس بحيث انت تقدر مع المعادلات الاحصائيه ديت انك تتنبأ ان اللعيب ده فعلا ممكن يستمر وممكن يبقى ليه دور كبير قوي على مستوى الدرجه الاولى، ممكن على مستوى المنتخبات. يعني عشان تعمل مفاضله، عشان ما تبذلش مجهود مع لعيبه وهي مش هتوصل، احنا ممكن يكون اعداد كبيره قوي والعناصر مميزه اللي هي تبشر فعلا ان يكون ليها دور في المستقبل وتتنبأ بشكل كويس في المستقبل يكون ليها دور، ممكن تكون عناصر التجارب بقى والمقاييس والاختبارات دي تديك مؤشر كويس جدا. دي بتوفر لك بقى الجهد المبذول والوقت والمال، يخليك دايما تقعد تركز على العناصر فعلا اللي هي مبشره في المستقبل اللي هيكون ليها دور ان شاء الله. هذا كابتن بيكون في يعني حس بالنسبه للي بينتقي المواهب ده، بيكون عارف ان اللاعب ده عنده جين وراثي او جين فيه موهبه، ويعرف ان هو يكون لاعب على قدر المسؤوليه، او ممكن يتوافر فيه بعض العناصر اللي حضرتك هتطبقها عليه نظريا وعلميا. هل ده بيكون فارق في الموهبه، ولا ممكن نجيب لاعب عنده بعض الاساسيات واقدر ان انا يعني أأهله إن هو يكون لاعب دولي موجود في منتخب مصر، أو يكون لاعب دولي على مستوى اللعبات المختلفة؟ ممكن الأسلوب اللي احنا متبع بشكل كبير في سواء المنتخبات أو على في الأندية، إن هو بتعتمد على الخبرة المشاهدة وبتقيم، دي حاجة كويس ودي حاجة مطلوب، بس احنا عايزين بقى يعني إيه، يعني لازم يكون الناحية العلمية دي بتأكد وبتدي احتمالات أكتر. يعني احنا لو نسبة نجاح اللعيبه اللي احنا قلنا دول مبشرين لعبوا درجه اولى مثلا في النادي الاهلي، هنقول مثلا 10 لاعبين، لو النسبه وصلت لاعب او 2 لاعب فقط، لو انت استخدمت الاسس العلميه دي هتبقى نسبه الوصول للاعبين نسبه هتزيد، ممكن تبقى 4 لاعبين و5 لاعبين. فانت حتى من ناحيه الناحيه الماديه اعتقد هتكون افضل، يعني الخبره ومع الناحيه العلميه بتدي احتمالات اكبر في التنبؤ. يعني احنا بنقول 10 دول غالبا ان شاء الله هيوصلوا ان هم يكونوا لعيبه دوليين. لو اعتمدنا على الخبره ممكن يبقى نسبه تمثل مثلا 20% بقى يمثلوا 2 لاعبين. لا هي هتزيد مع ما فيش شك مع الاختبارات العلميه. طب ايه الاختبارات العلميه ديت كمان او الاختبارات والمقاييس ديت اللي انت بتعملها لازم تعملها بشكل دوري، ما انت مش طب هي يا كابتن هي عباره عن ايه يا كابتن؟ انت بتختار بقى الحاجات اللي انت مقتنع بيها مثلا. يعني انت بتعمل مثلا، انا لكن احنا في البحث ده اخترنا 11 اختبار مثلا، بتكلم ممكن نتكلم على ابرز الاختبارات، يعني اختبار مش كلهم حاجات طبعا معروفه، مش يعني اختبار مثلا سبرنت السرعه، تمام، السرعه الانتقاليه مثلا 30 متر ده محطوط مهم، 30 متر يا كابتن، 30 متر 30 متر دول حضرتك شايف ان هم، او حضرتك في الرساله شفته حضرتكم يعني حضرتك كباحث وراجل موجود لاعب كره سابق مع الدكاتره الاساتذه اللي موجودين، ال 30 متر دول هم اللي المفروض بيمثلوا السرعه القصوى. ممكن عايز تعمل تحمل سرعه بقى، بتعمل فترات راحه وقبل ما يوصل للراحه الكامله تعمل تكرارات، ده موضوع تاني، تحمل سرعه طبعا. بالظبط. موضوع مثلا الوصف العديد من الثبات ده عشان القدره العضليه. هل تحليل الدم يا كابتن مطروحا؟ لا هقول لك الكلام ده، والكلام انت بتقوله ده الموضوع مهم جدا. يعني دي النقط، في اختبارات بقى بتعمل مواقف مثلا خططيه بتقيس بيها مستوى الخطط الدفاع، مستوى الخطط الهجومي، دي برضو عملناها على اللاعبين. في اختبار ذكاء عن طريق صور، بتختار الصور اللي يعني ليها اسلوب وليها طريقه،
النقطه اللي انت بتتكلم عليها ممكن تطرق ليها الدكتور صابر العدو الحقيقه في في المناقشه. كنت احكي لحضرتك على 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 موقف، اول موقف معايا خاص ب. طيب تعالى نروح تليفون مهم قبل ما اقول لحضرتك موضوع الاختبارات بالدم مع الاستاذ دكتور اشرف جابر استاذ كره القدم في كليه التربيه الرياضيه. استاذ دكتور برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ منورنا ومشرفنا ومعانا الكابتن محمود صالح، ويعني حريصين على ان حضرتك تكون موجود معانا علشان نبارك للكابتن محمود ونتكلم عن الرساله المهمه جدا في انتقاء المواهب الخاصه بالشباب في المنتخبات المصريه. مبروك للكابتن محمود. الله يخليك. ازي حضرتك يا دكتور؟ دلوقتي بقى نقول له بقى الدكتور محمود صالح. الله يخليك. يعني زي ما حضرتك استاذ دكتور هو الكابتن دكتور محمود صالح. طيب يعني عايز اعرف من حضرتك برضه يعني تقول لي راي حضرتك في التجربه اللي كابتن محمود صالح خاضها، وهو اتكلم ان حضرتك كان ليك دور كبير في حضرتك او الدكتور صبري العدوي، فعايز اعرف من حضرتك بقى تقول لي يعني راي حضرتك في التجربه وتقييمها بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. هو الموضوع اللي طرحه الدكتور محمود صالح من الموضوعات المهمه الحيويه اللي احنا عايشينها في يعني فترات قصيره جدا. الكلام دوت بيظهر لما بنيجي ندخل في التصفيات بتاعت افريقيا تحت 19 سنه وتحت 17 سنه، وللاسف ان احنا ما بنقدرش نحقق المستوى اللي المفروض ان احنا نكون فيه يعني او نكون عليه. لان بعد كده بعد هي تصفيات افريقيا او كاس افريقيا تحت 17 سنه و19 سنه بيبداوا ياخدوا اربع فرق ثم طلعوا الاوائل الاربعه الاوائل يروحوا ايه كاس العالم تحت 19 وتحت 17. للاسف منتخبات مصر بهذه المراحل السنيه ما لهاش دور او ما لهاش يعني تواجد على الساحه الافريقيه وبالتالي الساحه العالميه. الكلام دوت هيكون نتيجته في الاخر ان احنا المنتخب مصر القومي يعني زي ما احنا شايفين كده في المواقف اللي حصلت يعني ما كانش لينا دور ما كما ينبغي ان يكون مصر تواجد في على ساحه كره القدم في افريقيا وفي كاس العالم. طبعا بعد الجيل اللي كان فيه مع الكابتن حسن شحاته اعتقد ما استمرناش بعد كده في ان احنا نتواجد. الكابتن محمود صالح هو من سجل رساله الانتخاب بتاعته، فكان عرض زي ان احنا نهتم بقطاع الناشئين او بقطاعات الناشئين في مصر، فكان الاتجاه بقى اللي حصل ان احنا نغطي منتخب مصر تحت 17 سنه منتخب مصر تحت 19 سنه. كان يعني هو الاتجاه اللي هو اتبع ليه منتخبات مصر تحت 19 سنه لان دي بتجمع بين الناشئين بين الفريق الاول سواء على مستوى الدوري الممتاز او على مستوى المنتخب القومي الاول لمصر. وطبعا هو طبعا ساد بذل مجهود غير عادي في ان ازاي ان هو يوصل ان هو يحط بعض المكونات الفورمه الرياضيه اللي المفروض يكون لاعب كره القدم يعني يتميز بيها او المفروض تكون عنده شوي، لكن هو مغطي من البحث العلمي ناخد نقطه نقدر نغطيها كويس، لكن هو لم يغطي كل المكونات الفورمه الرياضيه لاعب كره القدم. فهو اختار الجانب البدني اختار الجانب المهاري اللي هم يعتبروا عصب الاداء لاعب كره القدم، والكلام ده يظهر في الناحيه الخططيه اللي موجوده في الملعب سواء الناحيه الخططيه المدروسه اللي هو اللعيبه او منتخب الناشئين بينفذها في الملعب وبيكون دي طبقا الاستراتيجيه بتاعت اعداد المنتخب، ها او الموهبه اللي بيتمتع بيها لاعب كرة القدم. فهو قدر ان هو يترك
الجانب البدني والجانب المهاري والجانب الخططي المتمثل في التفكير الخططي، سواء الخطط الهجومي او التفكير الخططي الدفاعي. طبعا هو بذل مجهود غير عادي، قدر ان هو يتوصل لبعض المتغيرات اللي هي بيزيدها الجانب البدني والجانب المهاري لما يجي يختار منتخب مصر تحت 19 سنه. بعد الكلام ده ممكن يتبناه الانديه اللي هي ايه تسمى بنشاط كره القدم، يعني زي مثلا انديه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاصه والبيراميدز والاتحاد الاسكندري، كل الانديه بتاعت مصر اللي هي المفروض ان المنتخب القومي الاول ان هي بتخدم على المنتخب القومي الاول. احنا شفنا ايام مكان الكابتن حسن شحاته وقبليه الكابتن الدهري الله يرحمه ان كان المنتخب بيتكون من عده انديه مختلفه وبناء افضل اللي موجودين. قال الكابتن محمود صالح او الدكتور محمود صالح قال لك انا عاوز اهتم باللي هو منتخب تحت 19 سنه ان حلقه وصل بين الناشئين وبين الفريق ده، وقدر ان هو يطلع ببعض اللي هي بتساعد المدربين في انهم يختاروا الاصلح. ويمكن احنا كنا عملنا تجربه في سنه 82 في نادي الزمالك، لان رساله الدكتوراه بتاعتي كانت عن فضل طريقه اختبار لقياس الاستعداد البدني والمهاري لنشاه كره القدم في سن معين. فجينا احنا في الصيف لما بتتقدم الولاد اللي هم عاوزين احنا بنختبرهم في الصيف عشان نضمهم حسب كل احتياج كل فرقه في المراحل السنيه المختلفه، احنا استخدمنا هذه الاختبارات وكانت ليها نتائج غير عاديه. يكفي ان ما فيش تسرب ممكن يحصل للاعيب يتقدم كويس وعلى درجه عاليه من الناس البدنيه والقدرات المهاريه وان هو يتسرب. يعني مثلا كنا بنسمع ان لاعب راح النادي الاهلي بقى ما اختاروهوش راح نادي الزمالك بقى نجم، راح نادي الزمالك وما اختاروهوش راح نادي الاهلي بقى نجم. فاحنا الاختبارات مش هتخلي في تسرب يحصل بالنسبه للمدربين وخاصه مدربي المنتخبات القوميه لما يجوا يختاروا الايه؟ المنتخب بتاعهم. طبعا مراكز اللعب بتحتاج حاجات كتير، يعني انا عاوز اقول لك ان الموضوع ايه؟ متشعب ومحتاج يعني اهتمام من المسؤولين بالنسبه لاتحاد الكوره. يعني اتحاد الكوره لازم ان هو يرعى هذا الموضوع وازاي ان هو يستفيد من الامكانيات اللي موجوده في مصر هنا بحيث ان هي تخطط صح للايه؟ ايه تكوين المنتخبات او عند تكوين المنتخبات، زي الانديه تحط برامج التدريب المضبوطه اللي هي تدرب الناس اللي هم او الولاد اللي هم عندهم قدرات مهاريه وبدنيه وبيولوجيه وذهنيه عاليه. لان دلوقتي اللي موجود بره على الساحه ويمكن انت برضك يعني بعد يعني او حضرتك بتشوفها لما بنتفرج على المباريات العالميه اللي هي مثلا ريال مدريد برشلونه منتخب البرازيل الحاجات دي كلها احنا بنتفرج على ذكاء موجود في الملعب ازاي بيتنفذ هذا الذكاء او ازاي الامكانيات البدنيه والمهاريه اللي عنده ازاي بيطوعها عشان خطط اللعب اللي موجوده المفروض ان هم ينفذوها. الكلام ده كله احنا تمام يا دكتور، اتمنى ان احنا نهتم بيه ان شاء الله. الحاجه الثانيه برضك اللي المفروض ان احنا نهتم بيها النواحي البيولوجيه، صح، الطول الوزن القوام سلامه القوام كل الحاجات دي كلها. احنا لما تيجي انت تتفرج على المباريات اللي هي دلوقتي الحمد لله وسيله الاتصال بقت سهله جدا، تتفرج على المباريات اللي هي بتاعت الانديه بتاعت العالم اللي هي زي برشلونه وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، وانا الواحد يتمنى ان ربنا يوفق محمد صلاح نموذج مصري كويس، ان في نماذج زي محمد صلاح وممكن تكون احسن من محمد صلاح موجوده في مصر بس محدش شايفها. يا دكتور يعني يعني انا عارف ان الحوار يعني في كلام كتير جدا عند حضرتك محتاج تقوله، لكن طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور اشرف جابر استاذ كره القدم في كليه التربيه الرياضيه، وكلام مهم جدا عن رساله الدكتوراه الخاصه بالكابتن محمود صالح. كابتن محمود احنا كنا بنتكلم على الاختبارات الخاصه ب
الدم الخاصة بكل لاعب. أنا كنت موجود في بلجيكا سنة 2008، فكان الاختبار اللي بيبقى موجود إن إحنا كنا بنجري على جهاز تريدميل أو جهاز جري، وكل 3 دقايق بيكون في أخذ عينة دم من كل لاعب علشان يحللها ويشوف مدى الاستجابة ومدى التغييرات اللي بتحصل في جسمه خلال عملية الجري. فدي نقطة يا كابتن، عشان كده أنا فتحت معاك الموضوع ده. الاختبارات البيولوجية والفسيولوجية مهمة جدا، بس هي بتبقى في الناحية العملية بتبقى يمكن بنجد صعوبة شوية، بس نعملها بعد الاختيار بقى، بعد ما العناصر تمام مش قبل. لا، في اثناء الاختبار تبقى مكلفه قوي وبتحتاج وقت ومجهود وتكلفه كبيره. انما احنا ممكن عن طريق الاختبارات ديت اللي احنا بنتكلم سواء البدنيه والمهاريه الخططيه، بتختار مجموعه معينه وبتفاضل بين اللعيبه وبعضها عن طريق هذه الاختبارات والمقاييس، بتعمل نوع من تصفيه اللاعبين او بتختار عناصر معينه محدده. بعد كده العناصر اللي بتخش النادي بقى او بتخش بتدخل الانديه مثلا 30 لعيب 35 لعيب في المرحله السنيه، نقدر بقى نعمل لهم الاختبارات ديت. انما مش من البدايات، هتبقى صعبه جدا من البدايات، هتبقى الاعداد كبيره جدا وتبقى صعبه وتبقى مكلفه ومحتاج وقت كتير. دي ممكن في مرحله تانية، ودي برضو عليها في اختبارات ومقاييس وفي دراسات فكره اتعملت في هذا الموضوع في النواحي البيولوجيه والفسيولوجيه. دي تتعمل بقى برضو هتدي مؤشرات كويس. ونقطة مهمة جدا هي الاختبارات والمقاييس اللي بتعملها طوال الوقت لازم تكون بشكل مستمر، لأنها بتديك مؤشر كويس اللعيبة دي هل مستواها متطور ولا لا، هل البرامج التدريبية اللي انت شغال عليها ده برامج صح ولا غلط. بتخليك تعدل، تعمل تعديل بقى في الشغل اللي انت شغال بيه. انت شغال بالشغل بطريقة معينة بتعمل نتائج تانية أخرى، بتعمل اختبارات ومقاييس تانية وبتديك نتائج تانية أخرى تقارنها بالاختبارات السابقه، وبدي طبعا بتديك مؤشر وتقدر تعمل تعديل وفي البرامج التدريبيه اللي انت بتحطها. كمان بتديك برضو الفروق الفرديه بين اللعيبه بعضها، وده نقطه مهمه. يمكن ده برضو مبدا مهم من مبادئ التدريب، لكن احنا ما بنهتمش بيه الحقيقه. كابتن عايز اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، وهو ان اللاعب المصري في النشء بيكون لاعب مميز جدا، لكن بعد كده بنلاقيه ان هو بقى زيه زي اي حد، بقى كمان اقل من اللعيبه اللي كانت موجوده معاه. على سبيل المثال انا هتكلم مع حضرتك على موقفين حصلوا قدامي او انا شفتهم. موقف في كاس العالم في بطوله الامارات مع كابتن حسن شحاته، لما شفنا منتخب مصر بيلعب منتخب انجلترا، وكان الكابتن عماد متعب هو مهاجم منتخب مصر، وكان وين روني هو مهاجم منتخب انجلترا. كابتن عماد متعب جاب هدف مارادوني رائع، وبعد كده الكابتن عماد طبعا يعني طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي، لكن وين روني دلوقتي بقى هو النجم وبقى في التوب ليفل وراجل من افضل المهاجمين الموجودين في العالم. ده مثال اول. المثال الثاني في منتخب الشباب 2013 مع كابتن ربيع سين في كاس العالم، منتخب مصر لاعب منتخب انجلترا، وكان منتخب مصر في احمد حسن كوكا، في تريزيجيه، في صالح جمعه، في بنتكلم على كهربا، والناحيه الثانيه كان فيها هاري كين. هاري كين ما كانش ليه وجود تماما، لكن لعيبه منتخب مصر تألقت ومنتخب مصر فاز على انجلترا 2-0. دلوقتي هاري كين واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في العالم، وهداف الدوري الانجليزي، وراجل متألق في الملاعب الانجليزي. هل ده ليه تفسير عند حضرتك؟ اكيد طبعا ليه تفسير. هي موضوع الاختبارات والمقاييس اللي هي بتتم بشكل مباشر بشكل مستمر، دي برضه تعمل له نوع من التعديل في البرامج التدريبيه المحطوطه. وبعدين ما تنساش ان هم اكثر مننا خبره واكثر مننا علما في وضع هذه البرامج. النقطه الثانيه مستوى التنافس، طبعا في الشك ليه دور كبير. انت بتتكلم على هاري كين، التنافس في الدوري الانجليزي اكبر دوري في على مستوى العالم طبعًا. اكيد دي بتاثر في المستوى طبعا، بتعلي المستوى، غير ما لاعب في نفس المستوى معاك من فتره ويلعب في مستويات اقل منك. صح. موضوع بقى طبعا التغذيه اكيد برضو ليه دور في حاجات كتير، مهم جدا التغذيه. في حاجات كتير طبعا مفيش شك. انما هو الاساس اهم حاجه البرامج التدريبيه. وضع البرامج التدريبيه برضو لازم يكون بشكل علمي وشكل محطوط بشكل صحيح، عشان نقدر نطور في مستوى اللاعبين. لان احنا كل المراحل السنيه يمكن بيكون في تنافس بيننا وبين الدول المتقدمه علينا في المستوى الرياضي. لما بنيجي بقى بنخش في مرحله الشباب ومرحله المستوى الفريق الاولمبي والدرجه الاولى، بعد كده بنلاقي هم بيسبقونا والمستوى بتاعهم بيتطور بشكل اكبر مننا احنا. هي ما فيش شك، هي برضو هي استمرار للاهتمام بالنواحي العلميه، وفي نفس الوقت طبعا ما نغفلش الخبره. الخبره ليها دور كبير طبعا ما فيش شك، ولازم يكون في مزيج من الخبره
والجوانب العلميه عشان نقدر فعلا نطور اللعيبه بشكل كويس ونقدر ننافس في كل البطولات مش على مستوى كره القدم، كل الالعاب وكل الرياضات يعني. طيب بما ان حضرتك واحد من نجوم مصر وراجل خطه تجربه الدكتوراه او رساله الدكتوراه في موضوع مهم جدا، ازاي كابتن محمود صالح ممكن ينقل بخبرته الـ يعني العلميه الموجوده في الوقت الحالي للنادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي يستفيد من الكابتن محمود صالح في الناحيه العلميه الفسيولوجيه البيولوجيه من خلال هذا الموضوع مش بس في كره القدم، بنتكلم في جميع الالعاب. هل حضرتك بدات كلام فعلا مع بعض المسؤولين؟ طيب ناوي حضرتك تعمل ايه الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله. شفت بقى يا كابتن، انا عارف ان حضرتك ناوي ان شاء الله تعمل حاجه. ان شاء الله ما فيش شك، انت بتعمل طبعا حاجه مقتنع بيها ويقدر النادي يستفيد بيها ويقدر منتخب مصر يستفيد بيها. تعرضها بتاعت الاختبار اللي انت عملته زي ما قلت لحضرتك، النتائج اللي انت توصلت لها ايه والتوصيات ايه اللي انت شايفها. طبيعي اول حاجه حد هتتعامل معاه هو النادي الاهلي اللي احنا شغالين فيه. صح. اتمنى بس يكون فيه اهتمام، مهم جدا المسؤولين يكون فيه اهتمام طبعا، وان شاء الله نبدا. احنا يعني البدايه هيكون فيها صعوبه في التطبيق طبعا. طبعا يا كابتن، اي حاجه في الاول بتكون فيها صعوبه. صعب طبعا، اللي انت بتعمل دراسه وممكن نواحي نظريه بتقدر توصل لنتائج وتوصيات تقدر تطور بيها الرياضه اللي انت شغال فيها، التطبيق بقى بنجد صعوبه شويه، لان برضو التطبيق عايز مستوى المدرب يكون عالي، يكون فاهم البرامج التدريبيه، يقدر يحط برامج تدريبيه صح. اعتقد دي برضو بتمثل لنا مشكله في الانديه، وحتى على مستوى المنتخبات تمثل مشكله. لازم تكون المسؤول يكون مقتنع فعلا بالجانب ده، اتمنى. ولو نبدا بخطوه خطوه بس لقدام وان شاء الله تتطور مع الفترات. انت قلت نقطه مهمه، موضوع الاختبارات او القياسات البيولوجيه دي والفسيولوجيه دي برضو نقطه مهمه جدا، ممكن تاخد يعني اهتمام في خطوه لقدام. طبعا يا كابتن ده حاجه مهمه جدا. طبعا طبعا. طيب كابتن محمود، عايز اروح مع حضرتك لموضوع مهم جدا خاص بملف الناشئين في مصر بشكل عام، بما ان احنا بنتكلم على دكتوراه بنتكلم في انتقاء، فعايز اروح مع حضرتك لموضوع التحديات اللي ممكن بيواجه عمل المدربين في تدريب الناشئين. ايه التحديات اللي حضرتك شايف من وجهه نظر حضرتك ممكن تقابل المدربين في قطاع الناشئين في كل مصر على مستوى كره القدم؟ هو مهم جدا المدرب يطور نفسه. لازم يتثقف ويقرا كويس. يطلع على دراسات، واذا كان رسائل في الدكتوراه الماجستير. مين يا كابتن اللي يسعى ليه؟ هل النادي بيكون عليه دور، المدرب بيكون عليه دور، ولا دوره فقط بيكون على المدرب؟ هو المدرب لازم يكون يعني عنده الاستعداد بوتنشال. والقيادات هي اللي بتوجه بقى، يعني المسؤولين هم بيوجهوا. يعني انت زي تعليمات، ممكن تعمل دراسات الاساتذه الكبار دول زي الاستاذ دكتور اشرف جابر والاستاذ دكتور سامي العدوي، ما ممكن يعملوا محاضرات. ايه المشكله؟ متطوعين هم، عندهم استعداد والله، عندهم علم يعني كبير الحقيقه. ما نستفاد منه، ما نستفاد منه يعني. الدورات التدريبيه بتبقى معموله عن طريق الاتحاد الكوره، ممكن تبقى فترات قليله قوي يعني، وممكن تبقى في موضوعات تاخد شكل بدائي شويه. لا احنا ممكن نحدد الموضوعات اللي احنا محتاجينها كنادي اهلي كمدربين. حضرتك شايف ايه اهم النواقص اللي موجوده عند مدربين ناشئين، او اللي بلاش النواقص، هسالك سؤال تاني، ايه اهم الصفات اللي حضرتك شايف ان المدربين لازم يكملوها علشان هتفيدهم في المرحله السنيه اللي موجودين فيها حاليا؟ هو للاسف هو المدرب بيعتمد على خبرته بس انه لكن مش متجدد في المعلومات، في الثقافه القرويه العلميه. مفيش حد بيقرا للاسف يعني، للاسف. حتى كابتن الرخص اللي بتكون موجوده كل واحد بيعايز يروح عشان ياخدها وخلاص ويخلص منها، ما حدش يعني يكون عنده الباشن او ان هو يكون عنده التحدي ان هو يخش في تجربه ويجمع معلومات ويجمع بعض الاخبار علشان يخرج مستفيد ويعرف يطبق علميا في الملعب. يعني انا ممكن حضرت دورات، سواء دورات خاصه، كان مثلا كابتن احمد مهر الله يرحمه كان جايب خبير في الاتحاد الدولي، كان الماني الجنسيه، وقعد معانا في النادي الاهلي 3 اسابيع لمدربين بس النادي الاهلي. انا مش ما اقصدش اقلل من حد، وانا يعني انما انا الوحيد اللي كنت بكتب على فكره. مفيش حد كان بيكتب، حد بيجي انا كل الكلام كنت بقوله. معاك عندنا فرصه ورا المعلومات اللي بيقولها الراجل بيدي محاضرات، انا كنت بكتبها كلها. انت عندك فرصه كمان في ترجمه في فتره بالظبط. انا كنت اقول لحضرتك انا عملت كشكول كبير جدا فيه بتاع 150 صفحه، يمكن تقريبا انا الوحيد اللي بكتب تدريبات ووجهه نظره والتوصيات وبقى يعني كل الكلام اللي كان بيقوله وبيشرحه انا كنت بكتبه. هل يا كابتن النظام عندنا كابتن في مصر؟ لا النقطه دي انا عايز اقول المدرب لازم يعرف ان اي كلمه بيكتبها هيستفاد بيها. فعلا. وجاي بعد كده الكابتن مار قال انا عايز الورق اللي انت كتبته ما كانش حق.
قول لها كابتن ميا الله يرحمه. يعني ما حدش كتب بس انا كاتب والكشكول ده محتفظ بيه. يعني اقصد زي ما انت بتقول كده المدرب لازم شخصيته بقى تتغير بقى، لازم احس لازم اطور نفسي. عارف يا كابتن اتابع بيرد يقولوا احنا مرتبنا قليل وناخد ملاليم. انا بقول لحضرتك الكلام اللي بيتقال ملوش علاقه بالمرتب. لما تيجي تتكلم تقول لك انا باخد مرتب ضعيف. ما تطور نفسك عشان ما تجيلك فرصه تقدر تثبت وجودك. طب خلاص خليك قاعد كده يعني انت بقى. بس خد بالك التطوير اللي هيعمل النقط دي ويهتم بالناحيه المية خد بالك هتجيله طفره في المستوى وهينجح وهيظهر وهيتفوق. ايوه كابتن هيبان بالظبط كده. قلت لحضرتك حضرتك قلت لي هيظهر طبعا. انت مدرب مثلا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بقالك 5 سنين و10 سنين، ايه التطور اللي حصل فيك؟ ولا حاجه. صح ولا حاجه. تتابع والماتشات تقدر النهارده بتحط برنامج وتحب تعمل قياسات في منهم بس قليل يمكن نسبه 3 في 10. في ناس يا كابتن حد في ناس يا كابتن فاكرين كره القدم في هلاوه، التدريب في هلاوه بالظبط، مش علم بالزبط. مش اسس. صح يا كابتن؟ طبعا. او بيعتمد ان هو هتكلم على المستوى الكبير شويه عشان انا شفت في مدرب يا كابتن يعتمد ان هو يجيب واحد مدرب احمال البدني فيقول لك مدرب بدني كويس كل حاجه هتبقى كويس. فبعد كده كابتن بنشوف المستويات. وبعدين كابتن غريب بتلاقي كمان هو ايه يعني مطلوب في كذا نادي. يعني الغريب يا كابتن هو تلاقيه مثلا فشل في نادي بيروح نادي واثنين وثلاثه واربعه. اللي هيطبق العلم في شغله هيتفوق ويعمل طفره في مستواه. السنين اللي جايه كابتن سنين علم لازم. الفهلاوه انتهت. لا طبعا. لو خلاص اللعيب المدرب كمان لازم يبقى انت متواضع وتعرف تقيم نفسك صح. انت فين بالظبط؟ انما يمكن انا يعني اتعاملت مع مدربين كتير في قطاع الناشئين، اشتغلت كتير في قطاع الناشئين في النادي الاهلي يمكن 18 سنه. يعني المدرب بيبقى عنده غرور شويه، فاكر نفسه ان هو فاهم كل حاجه. انت مش فاهم كل حاجه. فاكر يا كابتن مستر ما ده الجهل بقى بعينه، انك تبقى عارف انك فاهم كل حاجه. صح. بالعكس العالم بتلاقيه في المعمل وتلاقيه بيسمع كل حاجه بالظبط، هو مطلع وعايز يعرف ويسمع الصغير والكبير ما عندوش مشكله. كلامك مظبوط، وممكن تستفيد من واحد اقل منه. صح يا كابتن. واللي عنده خبره يستفيد من الاكاديمي، والاكاديمي يستفيد من اللي عنده خبره ونتعاون مع بعض. ايه المشكله؟ الدايره كلها يا كابتن كله بيعرف. انما انا عايز انا وابقى متخيل انا عارف كل حاجه. لا. النقطه الثانيه انت حضرتك ذكرت موضوع الاحمال اللي هم يعني مخططين الاحمال البدنيه. هو العلم ده عندنا ضعيف خد بالك طبعا. قليل هم مستواه معايا بداوا يكشفوا يا كابتن. بالظبط بداوا يكشفوا بالظبط. ما بقوش بالمستوى الرهيب لا ده محتاج علم واسع طبعا يا كابتن. ده صعب محتاج خبرات واسعه طبعا وتجارب واسعه. وانا رحت نادي وطبقت تدريبات وحطيت برامج واشوف واعمل قياسات المستوى زاد ولا لا ما زادش، لا اطور اعمل كذا، ايه العنصر اللي زايد بيعمل اختبارات، اشوف اللعيبه التحمل مثلا انا بمرن ولا التحمل قل يبقى عندك مشكله، انا بمرن مثلا وسرعه الاداء عند اللاعبين قليله يبقى عندك مشكله. طب انا بدرب وعندي مثلا التصويب نسبه التصويب او المستوى التصويب عندك قل يبقى في مشكله. كل دي حاجات انت مش هتيجي غير بالقياس والاختبارات، هتعرفها منين؟ طب يا كابتن عايز اسالك سؤال وبعدين في لا معلش اسف اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا كابتن. اللاعب لازم يحس بقيمه، هيحس بقيمه العلم ليه بقى؟ انت هتطلع له رقم هيبقى مقنع ليه. انما انت لو جيت لعيب قلت له انت لياقتك البدنيه قليله على اي اساس؟ ايه لياقتك البدنيه قليله؟ انت عملت لي اختبارات عملت قياس؟ اعمل اختبار وقياس قول له رقمك كذا والراجل اللي بيلعب في مركزك كذا ومتفوق عليك في كذا وتعمل جو التنافس بين اللعيبه وبعضها. ما لازم كده. انما الدنيا نايمه وتيجي انت بس تقول لعيب انت ناقص كذا وناقص كذا وعندك قول له تعالى حلل المباريات، حلل المباريات الرسميه، حلل المباريات الوديه وشوف الناقص اللي عنده. قول له انت مشكلتك في الكرات العاليه مثلا، مشكلتك في واحد ضد واحد، في موقف واحد ضد واحد. لازم كده اللعيب هيقتنع بقى ساعتها. انما ما بقاش كلام كده بدون علم وبدون ارقام قدامه. تمام. انت لو عملت كده اللعيب هيحترمك وهيقدر كلمتك وهيقتنع بكلامك وهيحاول فعلا يشوف ايه اللي ناقص عنده ويقدر يعمله. واللعيب لما انت تكتب تروح عامل القياسات بتاعت الفرقه وتعلقها كده في الاوضه دي مش هتعمل جو تنافس بين اللعيبه وبعضها. يا كابتن في حاجه تانية كنت بشوفها بس دي ناقصه عندنا في ملاعبنا المصريه، الوزن. كان كابتن بره بيعلق لنا لوحه كبيره او يافطه كبيره ورقه او فرخ زي ما احنا بنقول باللغه العربيه وكل واحد اسمه وطوله والوزن اللي المفروض يكون عليه، الوزن المثالي بتاعه. وكل يوم سبت او كل يوم اثنين بعد الاجازه بنرجع نقيس، واللي وزنه متناسب مع ده بيتكتب بالقلم الاسود، اللي وزنه زايد بيكتبوه بالقلم الاحمر علشان زي ما حضرتك ما بتقول يعمل تنافس ويبقى فيه غيره ما بينه وبين زمايله. طبعا. عشان كل واحد يعرف هو فين، كل ما يخش الاوضه يلاقي
الوزن بالقلم الاحمر وزن بالقلم الاسود، فهيبقى عارف هو فين من مستواه، هو فين من العنصر البدني. الناس يا كابتن مباراه كابتن مش بس بتهتم بيه جوه الملعب، ده بره الملعب يا كابتن كمان. الاختبارات دي ممكن بتتم خارج الملعب زي اللي احنا بنقول الوزن، وممكن تحلل الاداء في طبعاً. مستوى الاداء طبعاً في الملعب طبعاً. لما تحط انت ارقام اللعيب هيبقى انت اللعيب، هو في حد مقتنع ان هو يقعد احتياطي؟ مفيش حد، كل واحد متخيل ان هو الاساس، هو الافضل في المركز ده صح. انما ما تديله ارقام تقول اللي بيلعب في مركزك متفوق عليك، سواء في الاختبارات والمقاييس اللي بنعملها، اختبارات بدنيه او مهاريه، او بعمل له تحليل الاداء، تحليل ادائه سواء في مباراه وديه او الرسميه، حللها حلله. انت ممكن تحط عناصر مثلا 30 عنصر للمدافع، هتختلف شويه بينه وبين المهاجم. يعني احنا حتى في اللجنه عندنا كده، احنا عاملين الاختبارات، يعني اللاعب الوسط ليه ورقه يعني تحليل معين، والمهاجم وحارس المرمى والمدافع كل واحد. طب راي حضرتك في الاداء العلمي الخاص بشركات التحليل الاداء اللي في الايام الاخيره اللي ظهرت، راي حضرتك فيها ايه؟ بس هو يكون المهم اللي بيأدي يكون فاهم ومتدرب كويس ودارس كويس اكيد، وبعدين محتاجه تحليل. خد بالك، ما انا بقول عليك الخبره مهمه بقى. هم يا كابتن شركات متخصصين في التحليل بيكونوا مثلا النادي الاهلي كان متعاقد او عنده محلل اداء او عنده شركه من الشركات بتحلل الاداء، فبعد كل مباراه بيجي تحليل للاداء. هل حضرتك شايف ان دي كاسس علميه مهمه؟ طبعا ما فيش شك، بس لا تخفي الجانب الخبره. صح. طيب هل مش ده كابتن بيروح للمدير الفني، وبالتالي المدير الفني بيكون عنده تقييم ممكن يزوده على التحليل اللي موجود ده؟ فده الجانب الخبره اللي بنتكلم فيها، ولازم المدرب يكون عنده اولوياته، يبقى فاهم يعني ايه تحليل اداء، يبقى فاهم. مش هو اللي هيقوم بهذا. صح. لازم المدرب برضه يكون عنده اساسيات تخطيط الاحمال البدنيه. طيب. مبقاش يعني مش هيبقى ابيض يعني. طيب انا لانه لازم يخش في مناقشه بينه وبين المسؤول. ايوه، عشان انا في جزء كابتن خاص بالبدني اللي خاص بالمدرب. هل حضرتك تؤمن ان المدير الفني 3 في 1، ولا المدير الفني يعني 3 في 1 من ناحيه في مدير فني تلاقيه مدير فني، راجل بتاع تكتيك، وراجل بتاع احمال، وراجل بتاع تحليل، وراجل بتاع كل حاجه. هل حضرتك تؤمن بالمدرسه دي، ولا تؤمن ان المدير الفني لازم يكون هو خاص باعمال الملعب، وفي مدرب لياقه بدنيه هو خاص بالمستوى البدني داخل الملعب، وهل حضرتك تكون شايف ان في خبير تغذيه خاص بالحته الخاصه بالتغذيه خارج الملعب؟ حضرتك تؤمن باني مدرسه؟ لا، التخصص طبعا مهم. تخصص. طب انا بتفق مع حضرتك. انت بتشوف الفرق الكبيره بيبقى الجهاز بتاعها قد ايه؟ 15 20 واحد. صح. التخصص كويس مفيش شك، بس انت هل انت عندك كوادر تقدر تسد دي، تقدر تقوم بالمهمه دي؟ احنا مفيش كوادر للاسف، احنا بقى بادئين متاخر وبادئين فهلوه يا كابتن. لازم يكون في يعني ثوره في الموضوع ده عشان نقدر ناخد خطوات بسرعه لقدام، نقدر نقرب من الناس المتقدمه عنه. انما احنا الخطوات بناخدها ببطء، هو في السنه بيمشي خطوتين ثلاثه، واحنا ما بنمشيش، ممكن نمشي خطوه واحده بس. فالفجوه بتزيد ما بتقلش. وانت لو بصيت لاخر بطوله الامم الافريقيه، بص مستوى بنين اللي هي مش موجوده يعني كده. كل الفرق كابتن، كل المنتخبات. طب الطفره دي جت ازاي؟ ما كابتن سؤال بقى، هل ده شغل مدربين وتطور من المدربين، ولا اللعيبه هي اللي بتتطور؟ لا، هو الجانب الخطط عند المدرب. ولسه الدكتور اشرف جابر، مش هتتصل بالدكتور اشرف، الدكتور صبي العدوي لازم تتصل. هنتصل بيه. طيب. هنتصل بيه برضه يعني نستفيد من خبرته. استاذنا يعني ال اللهم صل على النبي. كنا بنتكلم على بنين ومدغشقر، ونتكلم على المدربين. هل ده تطور مدربين ولا تطور لعيبه؟ مش من ناحيه خططيه، مش المدير الفني. طب انت هتأدي ناحيه خططيه بشكل كويس، لازم تكون مكسر الدنيا في البدن وفي المهام، ده الاساس، وبعد كده بتطبق عليه بقى الاداء الخططي عشان تقدر تنفذه. لازم تكون انت متفوق من الناحيه المهاريه ومن الناحيه البدنيه، ده اساسيات. اساسيات اوكي، لو عندك ناس متخصصه اوكي يبقى احسن وافضل. انما انت بتتكلم في مستويات انديه صغيره، يمكن يا دوبك الجهاز فيه واحد او اثنين او ثلاثه بالكثير، والمدرب بيبقى يعني معذور، جايب ناس مساعدين ليه بس ما عندهاش قدره ان هو يتحمل مسؤوليه اعداد بدني، فهو بتلاقيه هو اللي بيعمل الاعداد البدني وبيعمل كل حاجه. طيب لكن لو توفر لنا هذا. تمام بالظبط كده، كنت عايز اسال حضرتك. طيب هل يا كابتن في بعض المدارس بنلاقي ان المدير الفني موجود، وان المدرب العام عنده شقين، هو شق انه بيساعد المدير الفني، وشق ان هو خبير في التدريبات والاحمال البدنيه، وبنلاقي كمان ان 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 يعني هو يفضل ان العدد يكون قليل علشان خاطر
كل ما العدد يكون كتير كل ما موضوع الاستشاره الفنيه لما بتكون موجوده بتبقى صعبه بالنسبه له. فهل ده برضو حضرتك مدرسه وفكر ممكن نشوفه، ولا حضرتك بتؤيد ان الجهاز الفني يكون اشخاص مثلا 6 7 8 كل عنده تخصص؟ طبعا. اني مدرسه؟ طبعا لا تخصص طبعا، يعني كابتن العدد يكون قليل بس هل انت امكانياتك كنادي تقدر توفر ده؟ مش معقول انت كنادي امكانياتك ضعيفه واجيب الجهاز معاك هتجيب 15 واحد يعني تديهم هتجيبهم. بس يا كابتن بنشوف ريال مدريد او بنشوف برشلونه هتلاقي كفاءات فين كمان في مصر؟ تمام. بس كابتن في الانديه الكبيره بنشوف عدد من الاجهزه الفنيه قليل، لكن ادوارهم بيكون ليه كذا دور، يعني المدرب العام هو مش مدرب عام مسمى، هو مساعد المدرب، وايضا هو مسؤول عن الاحمال بس هو عن علم مش عن فهلوه. بنتكلم عن محلل الاداء، بنتكلم عن الدكتور، بنتكلم عن المدلك، بنتكلم على ناس ليها تخصصات، لكن هي كابتن مدارس، ممكن واحد يجيب معاه 15، ممكن واحد يجيب معاه 3، فاكيد يا كابتن كله بيكون على اسس لما تتوفر خلاص اكيد العدد هيبقى كبير، والتخصص طبعا هيكون فيه تخصص. آه. يعني الفرع ممكن يتقسم بين 3 بين اللي كان بيعمل شغل صح واحد. كده طبعا لان الموضوع عايز متابعه وعايز صح. تحليل وعايز قياس واختبار وتحط نواحي علميه، دي الموضوع صعب جدا. الموضوع مش انا رايح النادي بقى طب هنعمل ايه النهارده؟ لا صباحكم فل هنعمل ايه النهارده؟ اه لا لا صح. لا اذا كان احنا الاساس ما عندناش فيه تخصص الاساس صح. اللي هو المفروض العناصر يعني بره العناصر البراعم دول الصغيرين بتوع منصه الكوره تلاقي فيه مدربين متخصصين للمرحله دي شغلته، انما كل واحد شغال متخيل ان هو اشتغل سنه سنتين في درجه في مدرسه الكوره عشان بعد كده يمسك فرق وبعد كده يطلع درجه اولى، انما بره في تخصص يقول لك محطه بالظبط. انما التخصص ده هيفرق كتير، هيفرق خبراتك هتزيد فيه وهتبدع فيه. يعني انا عايز اتكلم، يعني انا هتكلم على سبيل النادي الاهلي. انا شايف مثلا ان الاداره الفنيه ومجلس الاداره ان مثلا الكابتن تامر حفني موجود في البراعم بقى له مثلا 3 4 5 سنين، هو موجود في المرحله دي، فهم شايفين فيه ان هو بيعرف يتعامل مع السن ده، ما تعاملوش معاه كابتن ان هو هيبقى موجود لفتره، او هو كمان ما تعاملش مع نفسه ان هو هيكون موجود لفتره وفي نفس الوقت مكمل مع البراعم، واعتقد ان هو يعني بيأدي بشكل كويس في الشغل مع البراعم سواء في قطاع الناشئين او في الاكاديميات. فانا باكد على كلام حضرتك ان البراعم لازم يكون ليها اشخاص معينين وليها فكر ويروح ياخد دراسات في هذا العلم في صح. المرحله دي يبقى ده تخصصه صح 100%. ما يشتتش نفسه. ما انت حضرتك بتقول دلوقتي على تامر حفني طب لو جاله هو حاجه في الدرجه الاولى هيجري صح هيسيب يعني هي لازم المدرب يبقى مقتنع برضه. طب فاكر مستر كروفر يا كابتن محمود؟ طبعا. ايه رايك حضرتك فيه؟ ناس كتير يا كابتن ما تعرفش وما عصرتش مستر كروفر، انا عصرته في قطاع الناشئين، واحد من اكتر المدربين المتخصصين. طيب تعالى نروح للتليفون مع الاستاذ الدكتور صبري العدوي، استاذ تدريب كره القدم في كليه التربيه الرياضيه، علشان نتكلم معاه كمان على تجربه حضرتك في رساله الدكتوراه. يا دكتور برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا كابتن، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا كابتن محمود. ازي حضرتك يا دكتور؟ دكتور محمود بقى. الله يخليك يا دكتور. يعني كنا بنتكلم مع الكابتن محمود في الرساله الخاصه بيه الدكتوراه، وكان معانا قبل حضرتك الدكتور اشرف جابر، وبالتالي لازم حضرتك تكون موجود معانا بصراحه. يعني اللي كان مصر ان حضرتك تكون موجود حضرتك او الدكتور اشرف او الكابتن محمود صالح، فيعني حضرتك تهنيه على الهواء، وعايز اعرف راي حضرتك سريعا في رسالته واختياره للموضوع الخاص في الدكتوراه. بص يا كابتن، اولا هو الموضوع ده اولا موضوع هام جدا وموضوع حيوي جدا يعني، وانا عايز اقول ان هذه الموضوعات تطلع من المكان اللي خلال كليه التربيه الرياضيه بالهرم وكليه الام بالنسبه لمصر، ارجو ان الانديه تهتم بيها والاتحادات. يعني هي موضوعات التقاء الناشئين ده من الموضوعات الهامه قوي قوي على مستوى العالم مش مستوى مصر بس يعني الحقيقه. وايه الفرق بين اللاعب المصري واللاعب الدولي؟ ان احنا هنا للاسف بنهدم الناحيه العلميه، ما بندخلهاش في مجال الاختيار او الانتقال بالنسبه للناشئين. هنا بنختار اللعيبه هنا عشوائي، يعني ايه عشوائي؟ بنقعد احنا شويه كده مع بعضينا في النادي او في اي مكان ما في المنتخب، ونختار باسلوب يعني اهواء شخصيه. وده واضح الحقيقه على مستوى منتخبات مصر بالنسبه للكوره، هتكلم انا في كوره بس. ان انا عندك مثال جيد جدا هتكلم بيه، مثال اتحاد الهاند بول. يعني نقول مبروك اولا لمصر على المركز الاول في الناشئين بالنسبه للهاند بول، لان الهاند بول يعني حصل فقر وتابع سياسه
زي لجنه علميه بالاشتراك مع اهل الخبره بحيث الاثنين يلتقوا مع بعض، ولما التقى اهل الخبره مع اهل العلم لابد ان يبقى فيه نتائج عالي جدا يعني. انما احنا عندنا هنا للاسف في جاب كبير بين اهل الخبره واهل العلم. عندنا اللاعب بيطلع بيبقى انا ولا من بيطلع اشتغل مدرب باسمه ايا كان اهل الزمالك او اي نادي ثاني بيطلع اشتغل باسمه مش بالشهاده العلميه اللي بياخدها ان هو غير مقتنع بالناحيه العلميه. ايضا مسؤول الاتحادات والمناطق والانديه غير مقتنعين بالناحيه العلميه بيستخدموا الناحيه الاهواء الشخصيه في اختيار اللعيبه. وبالتالي لم يفهم هذا الكلام عن لاعب جيد سواء في الناشئين او في قطاعات المنتخبات او على مستوى البطولات القاريه، مش هتلاقي لعيبه على مستوى، واذا اخترت هتبقى جايه كده بالصدفه. احنا كان عندنا لعيب بركات بتاع النادي الاهلي. كنت انا مختاره وهو لسه ولد عنده 10 سنين، كنا بنعمل في نفس السكه حديد اختبارات صغيره كده وخدنا هذا الولد، الولد ده راح النادي الاهلي وراح الزمالك وراح المقاولين العرب. رفض من كل الحاجات دي كلها، احنا خدناه بناء على اختبارات، وبالتالي بعد فتره ما بقى له عنده 15 سنه ظهرت موهبته وبقى من احسن لعيبه مصر الموجودين. ده خدناه يعني زي ما تقول الحته ده في وسط شويه تراب خدناه. ده نتيجه ايه؟ اختبارات احنا عملناها، انما لو احنا عملنا اختبار على الناس اللي بتقدم في النادي الاهلي والناس اللي بتروح نادي الزمالك لما يكون الفيمس اللي موجودين في مصر واخضعنا هذا اللاعب ليه؟ اختبارات بدنيه مهاريه اخلاقيه نفسيه سيكولوجيه زي ما انت حضرتك كنت بتقول في الوزن يعني يبقى يقدر نختار لعيب من البدايه جايب موفر وقت وجهد وامكانيات واموال الى اخره. انما احنا بنقعد نشرب شويه شاي ونشرب ناخد سندوتشين وساعتك يمكن مريت بهذه الظروف في حياتك وممكن لعيبه جايين مننا او اثنين او ثلاثه او اربعه. ايضا هذا الكلام بينفع على المنتخبات، احنا بنختار المنتخبات بصوره اهواء شخصيه. ولذلك حتى ظهرت مشكله في اختيار منتخب مصر في البطوله الافريقيه. ليه ما خدش فلان؟ ليه ما خدش فلان؟ ليه ما خدش فلان؟ وكان هذا الكلام كله بيتكلم فيه الصحفيين، الاعلاميين، المدربين، وكان كل واحد له راي شخصي في اختيار المنتخب. هل هناك معايير علميه؟ هل هناك اختبارات موجوده لاختيار هذا اولاد الاولاد؟ ساعتك وانت كان بتتكلم وزن بالقلم الاحمر وبالقلم الاسود وبتاع، ده نوع من اختيار اللعيبه، حاجه يعني حاجه متغير مهم قوي في اختيار اللاعبين. مش هاخد لعيب تخين اسيب لعيب مش تخين، لا، فهذه هنا هي المشكله هنا. المشكلة ان احنا عايزين ايه بس ايه؟ لابد ان يجتمع العلم مع الخبرة، مين هم الخبرة؟ اللاعبين الدوليين البطلين، اللاعبين اللي هم شارف المجال، خبرات اللاعب اللي اشتغل اللي لعب حد ناشئين او لعب دوري ممتاز او لعب افريقيا، كل دي خبرات احنا اكتسبناها، انا اشتغلت في توليد مدرب دوري ممتاز، اصغر مدرب في مصر 26 سنة. وخدتش خبرات الدرجة الأولى والناشئين وبتاع، ده انا في النادي الأهلي لحد سنة 67 وانتخبت الكرات. لو انا خدت خبرات بقى منتخب مصر بقى والبطولات الافريقيه كان بقت خبراتي اعلى. فانا عايز اقول لابد ان ندمج هذا الكلام مع اللعيبه اللي بتبطل كوره اللي هم عندهم خبرات عاليه. ما ينفعش يطلعوا مدرب ما عندوش خبرات، ما ينفعش واحد لاعب مدرب ما هواش دارس دراسات. موجوده في مصر كل الدراسات موجوده احنا بندرس فيها في الاي والبي والسي والاكاديميه والكلام ده كله. انما بيطلع هو مش مقتنع بالناحيه العلميه. ان احنا مقتنعين بالخبرات، وانا قلت هذا كان في مناقشه، قلت الخبرات تساوي 70% من مكونات المدرب. والكتاب ده والناحيه العلميه تساوي 30% ارشاد من المدرب. لان مش ممكن قوي انا اعمل فرح كبير جدا في عماره يبيع واحد مقاول، بعد 10 سنين تقع. ممكن لان لابد يكون في مهندس وفي مقاول. لما اجتمعوا الاثنين مع بعض طلعوا شيء جميل جدا يعني. هو ده بالنسبه للاعب، انت بتاسس مواهب لمصر. سواء في الناشئين او في الدرجه الاولى المنتخبات. انت بتختار بناء على معايير علميه. زائد بقى المعايير الخبراتيه اللي عندك انت كلاعب وبطلت كوره. دي مهمه جدا. ما اجيبش لاعب، ما اجيبش مدرب انا منتخب مصر مثلا، اسف يعني، لاعب مستوى ناشئين احط منتخب مصر. ما اجيبش لاعب انا احط منتخب مصر وما احصلش على دراسات وامسك منتخب مصر. انا لو كلمت عن هذا الموضوع في مشاكل كبيره جدا يعني. فانا بس بقول لحضرتك يعني لابد عشان الوقت بتاع حضرتك ندمج العلم مع الخبره، وهذا الموضوع اختار محمود صالح الحقيقه موضوع مهم جدا وحيوي جدا، ومسابقه خاصه بقى في انتقال الناشئين الصغيرين.
لما لسه الاولاد اللي يعني ودي مش عمليه يعني جديده. هذا الكلام من سنين من ال 40 سنه بيتعمل في اوروبا كلها. ايه الفرق بين محمد صلاح وبنته؟ محمود صلاح. مفيش فرق، الفرق في الاعداد. تمام. في الاعداد فقط وفي الاختيار والانتقاء بتاع اللعيب لما جيبه ضمن منتخب مصر. منتخب اوروبي او منتخب الدوري الاولى. فاحنا عندنا للاسف الشديد، للاسف الشديد اختيار او انتقاء اللاعب للمنتخبات بيتم بصوره عشوائيه وحاجات شخصيه، وبالتالي هيفوز عن منتخب ضعيف من كل النواحي. انا مش عارف طبعا ده وقت حضرتك يعني انا بجد حضرتك كتير يعني كنت اتمنى ان اكون موجود في الحلقه للعرض. لا تبقى حضرتك موجود، ده شرف لينا يا دكتور، شرف لينا يا دكتور ان حضرتك تكون موجود. انا عارف وقتك حضرتك باداء جدا وانا على سند لاي استضافه من هذه القناه وانا ابن نادي الاهلي يعني عشان تبقى عارف ابن النادي الاهلي يعني. واشكرك طيب. جدا وبقول لمحمود صالح طبعا مبروك الله يخليك يا دكتور، مبروك النادي الاهلي لان لما يكون في عندي هذه المواهب النادي الاهلي لابد ان تتبوى مكانه تليق بيها، تليق بيها، تستفيدوا من هذه الابحاث والحمد لله ده ابنكم وعندكم ومنكم، ارجو ان هو يطبق هذا الكلام في النادي بتاعه. واشكركم جدا. شكرا يا دكتور، شكرا. بشكرك الاستاذ الدكتور صبري العدوي استاذ تدريب كره القدم في كليه التربيه رياضيه. كابتن محمود يعني الوقت بيجري مع حضرتك سريعا، كنا بنتكلم على مستر كروفر فعايز اعرف راي حضرتك فيه سريعا، وناس كتير ما عصرتش ولا حضرت مستر كروفر، واحد من العظماء اللي كانوا موجودين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي باختيار الماسو الكابتن صالح سليم. انا فاكر يا كابتن ان الراجل يعني كان راجل كبير في السن، مره كابتن مشي من اهلي ميت نص اهلي الجزيره اخذها ماشي بسنه الكبير ده، كان راجل نشيط جدا، كان بيصحى الصبح قبل كل المدربين اللي كانوا موجودين قبل اللعيبه بينزل يرص الملعب، كان عنده كابتن حب وعلم الكرة وقدم ما اعتقدش يا كابتن احنا شفناه قبل كده. لا هو كان راجل عبقري. عبقري في اعداد العناصر السن الصغير ده الحقيقه ونوعيه التدريبات اللي بيعملها. بس هو كان عنده مشكله واحده. الراجل كان بيحب مهنته، كان بيبات في النادي، بينام في النادي. اهم حاجه عنده الملعب والعمال. صح. ده حقيقي. خطوته كويسه بالناس يعني هو في الناحيه العمليه 100% مش 99% 100%. بس هو كان تفكيره وهدفه مد لا يعني هو يعمل الشرايط ويسوق مد يا كابتن، انا بقول لحضرتك مد يا كابتن مد، انما هو ما كانش بيبص للعيبه دي كنظره مستقبليا اللعيب ده فعلا هيطور. بس يا كابتن كلهم كل اللعيبه اللي كانوا اتمرنوا تحت ايده دلوقتي موجودين في انديه دوري ممتاز ولاعيبه مميزه، هو عشان اختياره صح. صح اختياره علمي، اتفق معاك يا كابتن. يمكن ما عملش اختبارات بس هو كان ناحيه خبرات اختياراته كانت 100% الحقيقه. بس هو لو كان يعني بيبص هدفه يتفق مع الهدف الموجود في قطاع الناشئين ان احنا نصعد لاعبين على مستوى عالي للفريق الاول، اعتقد ده كان يبقى يعني سوبر. انما هو في جوانب يعني اقدر اقول بنسبه 80-90% هو الحقيقه كان ناجح وكان مع يعني ما اعتقدش هنشوف حد زيه. كابتن محمود استمتعت جدا بالحوار والحديث مع حضرتك، واحد من يعني القامات المهمه جدا والكبيره جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر، و يعني خلاص حضرتك ما بقتش تحمل لقب كابتن فقط، حضرتك دكتور الكابتن محمود صالح في رساله دكتوراه مهمه جدا في انتقاء المواهب الخاصه بالمنتخبات الوطنيه بشكل عام مش كره قدم بس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وببارك لحضرتك مره ثانيه، وان شاء الله كابتن نقدر يعني ان احنا نستفيد من حضرتك كقيمه وقامه كرويه وعلميه ان شاء الله. كابتن محمود الحصول على الدكتوراه يعني الحقيقه يعني كل التقدير والاحترام لاساتذتي من اول ما دخلت سنه اولى في الكليه الحقيقه ليهم فضل عليا. طبعا يا كابتن، وده طبعا يعني اقل ما يقال عن اساتذه حضرتك واللي ليهم دور كبير جدا في وجود حضرتك في هذه المكانه العلميه المهمه. بشكرك كابتن محمود شكرا جزيلا. ان شاء الله تكون موجود معانا في حلقات ثانيه كتير في بيتك وقناتك النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن محمود. كنا مع حضراتكم في الفقره الحواريه الاولى مع النجم الكبير الكابتن محمود صالح. هنروح لفاصل لكن تقرير مهم جدا جدا عن كرة اليد، ولسه مكملين احتفالات كرة اليد مع الإداريين ورئيس البعثة الخاص بالمنتخب المصري لكرة اليد الحاصل على بطولة الشباب وكأس العالم لأول مرة في تاريخنا تقريبا من سنة 93، تاني مرة في التاريخ نحصل عليها، وبالتالي لقب مهم جدا فرح كل الشعب المصري علشان نستقبل بعديها طبعا الزميل العزيز محمد سعيد يحاور الكابتن احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل.
بكم مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مطار القاهرة الدولي. معنا كابتن عبد الوهاب رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد اللي فرحونا الناشئين وكسبوا بطولة العالم لكرة اليد. برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، اوصف لنا النهاردة الإنجاز، الفرحة، السعادة، فرحت قلوب ملايين النهاردة. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، إنجاز بيضاف لإنجازات الرياضة المصرية. الحمد لله بطولة عالم، ده أول مرة تحصل إن فرقة من خارج أوروبا بتفوز بطولة عالم. أنا بشكر كل المسؤولين في الرياضة على مصر، بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر كل جمهور مصر النهاردة اللي شجعونا. بقول ده حاجة صغيرة وإن شاء الله قدم أحسن في كرة اليد. ينضم إلينا الآن أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان الكابتن محمد عبد المنعم المدير الإداري للفريق. مبروك الفوز، مبروك بطولة العالم للناشئين، فرحت قلوب ملايين، فرحت قلوب الشعب المصري. الحمد لله رب العالمين، إحساس لا يوصف. اللي إحنا شايفينه ده، اللي إحنا شايفينه ده، يعني مش قادر أوصف إحساسي عامل إزاي. ألف مبروك لكل المصريين، وبجد سعداء جدا على الجمهور الجميل اللي مستقبلنا ده. جهد وتعب كبير اكيد قمتوا بيه على مدار سنين عشان تأهلوا الفرقه دي انها تكون بالمستوى ده. والله احنا عملنا اعداد الحمد لله، حتى كان في امتحانات في شهر رمضان كلها كانت معسكرات مغلقه، 5 ايام في الاسبوع ويومين بس بيبقوا في البيت بالنسبه للعيبه، تعبوا معانا جدا، ودي يعني هديه من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني بنتعب وربنا هو اللي وفقنا الحمد لله.